بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج كلام في الميديا لإلقاء الضوء على ما كتب وما نشر بخصوص النادي الأهلي خلال الساعات الجارية في كل المواقع والصحف الرياضية في ظل الأحداث الجارية والأحداث الساخنة في الكرة المصرية خلال الفترة الأخيرة. قبل ما أدخل في عناوين الحلقة وقبل ما أدخل في تفاصيل هذه الحلقة المهمة جدا، بداية النهاردة كان عيد ميلاد نجم قروي كبير. نجم قروي كان ليه مشوار طويل جدا مع القلعة الحمراء، رمز من رموز النادي الأهلي وجزء كبير جدا من تاريخ النادي الأهلي. النهاردة مولد نجم كبير جدا، كابتن مصطفى عبده المجري. كابتن مصطفى عبده نجم النادي الأهلي واللي بدأ مشواره مع النادي الأهلي وانضم سنة 1970، وكان ساعتها لسه ناشئ تحت 17 سنة، لكن مشوار طويل جدا مع النادي الأهلي في الكرة المصرية ومع المنتخب الوطني. لعب وتألق وشارك وكان من الناس اللي بتحب النادي الأهلي بجد، ومن الناس اللي لعبت بكل جدية وحفرت اسمها ضمن أسامي وأساطير كبيرة جدا لعبت في هذا النادي العريق، وظل اسمه محفورا حتى هذه اللحظات مع جمهور النادي الأهلي. جمهور النادي الأهلي اللي بيشعر كده في لحظات معينة بعيش إلى ده عدد من اللاعبين والنجوم اللي لهم لمسات مع النادي الأهلي، مش شرط يكون داخل الملعب فقط لكن كمان خارج الملعب، لأن الكابتن مصطفى عبده لما تقرب منه على المستوى الإنساني وعلى المستوى الشخصي حد فوق الوصف، ربنا يديله طول العمر والصحة يا رب. النهاردة بالتأكيد عيد ميلاده، بنقول له كل سنة وانت طيب يا كابتن مصطفى، وإن شاء الله مشوار حافل ومزيد بإذن الله من التألق والتواجد دايما داخل النادي الأهلي ودايما بتنور مقر النادي الأهلي. نخرج لهذا التقرير نشوف مشوار كابتن مصطفى عبده وجزء من تاريخ الكابتن مصطفى عبده مع النادي الأهلي. كل سنة وانت طيب يا مجري، ان شاء الله خلال الفترة القادمة نطمئن دايما عليك ونشوفك دايما كده منور النادي الاهلي. طيب عناوين حلقتنا النهاردة، لان حلقة مهمة جدا جاية في توقيت مهم، لان احنا بالتأكيد بنتابع الاحداث الجارية في الكرة المصرية، والاعلام دايما بيكون مرآة لما يحدث في الكواليس وخلف الكواليس وما يدور بالنسبة للكرة المصرية، وبالتأكيد بيكون لينا دور ان احنا بننقل لكل جمهورنا في كل مكان ما يدور عبر الصحف والمواقع وايضا خلف الكواليس، عشان كل جمهورنا يكون حاضر معانا ومتابع اللي بيحصل بالظبط داخل الكرة المصرية. عناويننا النهاردة فيها تفاصيل مهمة جدا، لكن ابرز العناوين، اول عنوان الاهلي يواصل خطواته التصعيدية في ازمة الدوري العام، ده العنوان الاول النهاردة اللي بالنسبة لنا بالتأكيد العنوان الرئيسي في حلقة النهاردة. الاهلي يواصل خطواته التصعيدية في ازمة الدوري العام. نخرج لهذه العناوين ثم نواصل الحديث بعد العناوين. أول عنوان، الأهلي يواصل خطواته التصعيدية في أزمة الدوري العام. الأهلي يلجأ لفيفا خلال ساعات لحسم أزمته مع الجبلية. الخطيب يؤكد لا تفريط في حقوق النادي. الأهلي لم نلوح بالانسحاب وممتنعون عن خوض أي لقاء حتى انتهاء الأزمة.
اتحاد الكرة يصدر قراران جديدان بشأن أزمة الدوري. المنتخب الوطني واصل استعداداته لودية تنزانيا. اليوم بدء طرح تذاكر ودية مصر وتنزانيا. اهلا بحضراتكم من جديد، وزي ما شفتوا دي عناوين حلقتنا النهارده. العناوين كلها متركزه في جزئيه خطوات التصعيديه اللي اتخذها النادي الاهلي خلال الساعات الماضيه بخصوص مسابقه الدوري العام وما جرى في مقر اتحاد كره القدم بالنسبه لقرار موضوع انتهاء المسابقه من عدمه خلال الساعات القادمه. النادي الاهلي في العديد من التصريحات وفي المذكره الرسميه وفي البيان الذي اعلنه خلال الفترات الماضيه كان في تاكيد على بعض المعاني المهمه جدا، ابرزها إن النادي الأهلي لن يفرط في حقوق الجماهير ولن يفرط في حقوق النادي، ومجلس الإدارة يقوم بشكل كامل في هذا الأمر ويتخذ كل الخطوات القانونية للحفاظ على حقوق النادي الأهلي خلال الفترة القادمة. وتم شرح كمان الأمور التي سيتم التعامل معها خلال الفترة القادمة بالشق القانوني، بدءا من الشكوى إلى لجنة التظلمات في اتحاد كرة القدم، ثم التصاعد إلى مركز التسوية والتحكيم في اللجنة الأولمبية، ثم بعد ذلك الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا والمحكمة الرياضية الدولية، إذا ما كانت القرارات داخل مصر ليست كما يراها النادي الأهلي وليس كما يراها النادي الأهلي كأنها حق مشروع خلال الفترة القادمة. اتحاد كرة القدم خلال الساعات الماضية وبعد الاجتماع الذي عقد بالأمس داخل مقر اتحاد كرة القدم وفي مركز التعليم المدني بحضور وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي، حتى الآن اتحاد كرة القدم لم يصدر منه قرار رسمي بشأن هذه الأزمة. حتى الآن اتحاد الكرة ما زالت هناك تسريبات تخرج وما زال هناك مصادر بتؤكد هذه المصادر، حتى هذه اللحظات حتى لم يذكر اسمها بشكل مباشر، هل المتحدث الرسمي اللي بيصرح، هل المتحدث الإعلامي، هل رئيس الاتحاد بنفسه، هل رئيس لجنة المسابقات، كل هذه الأمور ليست واضحة حتى هذه اللحظة. وبالتالي هنسمع تسريبات كتير، هنسمع أخبار دايما متضاربة، في أخبار كانت بتقال خلال الساعات الماضية تم تغييرها وابتدى يتقال معلومات جديدة وأخبار جديدة بالنسبة لهذا القرار المنتظر. لكن المهم اللي احنا بنأكد عليه والنهاردة في حلقة كلام في الميديا، وبأن البرنامج بالتأكيد بيهتم أكتر بما يقال في الميديا وما يقال في الصحف وما يكتب في الصحف والمواقع وما أيضا يقال في البرامج الرياضية. حاجة الوحيدة الثابتة في هذه القضية واللي كان مختلف عن قضايا كثيرة جدا وهو الإعلام في هذه المرة كان بيسير في نفس الاتجاه اللي بيأكد عليه النادي الأهلي، لأن النادي الأهلي بيتكلم في حق مشروع للكرة المصرية بشكل عام. أوقات كتيرة جدا دايما بتلاقي الإعلام بيكون ليه اتجاهين، في اتجاه بيكون مؤيد لوجهة النظر وأيضا في اتجاه بيكون معارض لوجهة النظر. لكن من خلال رصدنا في كلام في الميديا خلال الساعات الماضية، الإعلام مع النادي الأهلي في هذه القضية تحديدا بيسير في اتجاه واحد. حتى اتحاد كرة القدم من خلال تصريحات ليست رسمية أو تصريحات بدون ذكر أسماء أعضاء مجلس الإدارة، تصريحاتهم أيضا بتسير في نفس اتجاه موقف النادي الأهلي. إذا الدور الإيجابي اللي ظهر خلال الساعات الماضية أن الإعلام كله سواء مرئي مكتوب مسموع بيسير في نفس الخطوات اللي بيأكد عليها النادي الأهلي، لأن الخطوات واضحة وصريحة وبتحدد مشوار وخريطة الكرة المصرية خلال الفترة القادمة، وخطوات من شأنها الارتقاء بمستوى الكرة المصرية خلال الفترة القادمة. وبالتالي جمهور النادي الأهلي خلال الفترة القادمة بما يكتب في الإعلام وما يقال في الإعلام بنأكد على شيء مهم جدا، هيبة النادي الأهلي عندما يتخذ القرار يتخذ القرار وهو في مركز قوي، بمعنى أنك تتخذ هذه القرارات وتتكلم على مسابقة الدوري العام وتريد إنهاء المسابقة وتتخذ قرارات قانونية في هذا الشأن وأنت في المركز الأول وأنت متصدر الدوري وأنت تقترب بنسبة تقترب من حوالي 95 أو 99% للفوز بالدوري العام. في بعض الأحيان عندما تتخذ قرارات بشأن هذه المسابقة يقال في وقتها أن هناك بالتأكيد سعي للبقاء في الدوري العام وسعي للحصول على أفضل مصلحة، لكن هيبة النادي الأهلي وقوة القرار اللي بيتخذه النادي الأهلي في هذه اللحظة واللي الإعلام رصده خلال الفترة الأخيرة أن القرار يتخذ وإنت في مصدر قوي وإنت في المركز الأول بالنسبة لمسابقة الدوري العام. خلال الساعات الأخيرة أيضا لو لاحظنا بقى بخلاف ما يكتب وما يقال في الإعلام، رد فعل الأندية
اللي مشاركه في مسابقه الدوري السنه دي. بالامس امبارح كان معانا بالتاكيد مداخله مهمه جدا للمهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحه، ايضا الاستاذ محمد الطويله رئيس نادي النجوم، وسياده اللواء عثمان الدسوقي المدير التنفيذي لنادي الداخليه والمشرف على الكره في نادي الداخليه. ثلاثه انديه من اصل حوالي 10 انديه بتؤكد على نفس المعنى اللي بياكد عليه النادي الاهلي. تسعه منهم كتبوا مذكره قريبه نوعا ما مما ذكره النادي الاهلي خلال الفتره الماضيه، ونادي الجونه كان له موقف ايضا مشابه لموقف النادي الاهلي عندما ارسل من حوالي اسبوع الى اتحاد كره القدم خطاب رسمي يطلب فيه تحديد بدء الموسم القادم وموعد انطلاقه، تحديد مواعيد القيد للموسم الجديد، قائمه اللاعبين، هل سنستمر بنفس العدد الساري ام سيتم تغيير القائمه خلال الفتره القادمه؟ كل الامور الاداريه المتعلقه بالتفاصيل الفنيه والماليه الكل يتفق مع بيان النادي الاهلي الذي صدر والذي اتخذ خلال الفتره الماضيه. وبالتالي الاعلام، الانديه، الكل سواسيه بيؤكد على نفس المعاني اللي بياكدها النادي الاهلي. لذلك انا باكد لكل جمهور النادي الاهلي، وانت موجود في اي مكان راسك بتبقى مرفوعه فوق، لان النادي الاهلي ما بيتخذ قرار، بيتخذ قرار وهو في مصدر قوي، وهو في مركز قوي، وهو في المركز الاول في الدوري العام، وبالتالي مصلحته هنا هي مصلحه جماعيه للكره المصريه. طيب انا اتكلمت على الانديه اللي كان ليها دور في هذا الملف وطلبت برضه نفس الطلبات المشروعه اللي قال عليها النادي الاهلي خلال الفتره الاخيره. مهم جدا نسمع كمان راي نادي الجونه ممثلا في الكابتن نادر شوقي المسؤول عن إدارة الكرة بنادي الجونة. كابتن نادر مساء الخير على حضرتك وكل سنة وانت طيب. مساء نور، ازيك، اخبارك ايه؟ الله يخليك، الحمد لله. اولا اتكلمت على الخطاب الرسمي اللي ارسله الجونة خلال الفترة الأخيرة، واتكلم عن نفس الأمور الإدارية اللي انطلب بيها النادي الأهلي، موعد الموسم، فموعد القيد، نهاية الموسم امتى، لكم مباراة مؤجلة مع نادي الزمالك وبالتالي ستنتظر فترة إلى أن تعلم مدى أو موعد هذه المباراة. رأي حضرتك ايه في هذه الملفات وما جرى خلال الساعات الاخيره بخصوص الخطاب الذي ارسلته لاتحاد كره القدم؟ بص، هو الخطاب ده بعت من اسبوع تقريبا او يوم 1/6 بالظبط، لان العمليه كانت مش مفهومه خالص، ولا مع تيم الدوري هيبتدي امتى، ولا الدوري هينتهي امتى، ولا الموسم انتهى امتى، ولا القائمه قد ايه. الامور ابتدت تتضح دلوقتي شويه، فبالتالي طبعا يعني كون ان انت تقعد شهر من غير ما تلعب ماتش وبعد كده تستنى تعمل فيه سيزون من اول جديد، ده خساره فادحه للانديه كلها، يعني بغض النظر عن اي حاجه. بس احنا دلوقتي زي ما بنقول هو يعني الوقت ايه؟ يعني سرقنا كلنا، اللعيبه بتاعت المنتخب الاولمبي بقت في بره مصر، المنتخب ما فيش حاجه ممكن نعلق عليها قوي غير ان احنا نستنى وعلى الاقل نفهم واحده واحده ايه اللي بيحصل. يعني خلاص الموضوع بقى ان انت بتزق وان انت تحاول تفهم فتوليت عليه، يعني زي ما بقول كده خلاص، يعني ما بقتش في قمه احتياج، يعني احتياج للمعلومات من اتحاد الكوره، لان انت دلوقتي يعني خلاص ابتديت تاهل نفسك ان انت تاخد موسم جديد، الفرقه خلاص ابتدت تشتغل على السنه اللي جايه، فانت يعني اجبرت ان انت تحدد طلباتك من دلوقتي، وده من قدام الصح، يعني حتى هتلاقي السنه الجايه برضه في مشاكل في السنه الجايه، انا اعتقد ان السنه الجايه برضه هيبقى فيها مشاكل. السنه الجايه؟ اعتقد ان السنه الجايه برضه هيبقى فيها مشاكل لو الويندو ما فتحش، لو الموسم التالت ما فتحش، وانت فتحت متاخر، اللعيبه بتاعتك اللي انت الاجانب دي هتبيعها امتى؟ يعني كلمه الموسم الاستثنائي مستمره معانا شويه. انا اعتقد كده، انت النهارده عندك اربع اجانب مثلا في كل نادي، لو كل نادي، لو في اي نادي من بره مصر عايز لعيب من عندك مش هعرف ياخده، لان انت عايز تكمل بيه الماتش بتاعك، مثلا بتكلم عليا انا دلوقتي، الاربعه دول لو هو واحد رقم واحد مثلا مطلوب في اي دوله من الدول، بعد شهر او بعد شهر وشويه مش هيبقى رقم واحد، هيبقى رقم ثلاثه، فمش هتعرف تبيعه، هو هتبيعه بقى بسعر اقل، صح ولا مش صح؟ طيب التي ام اس لو فتح في مصر واتحاد الكوره قدر يحل مشكله القيد خلال الساعات القادمه، او لو مثلا ما قدرش يحلها، جزء بص يعني نادي الجونه هيتعامل ازاي كمان مع الملف ده؟ لو التي ام اس فتح خلاص يبقى يا ريت، يبقى هو يعني ده، انا بالنسبه لي ده مشكله كبيره، الانترنت دي مش اكبر مشكله، انت بتخطط السنه الجايه وانت مش عارف انت هتعرف هتجيب مين والدنيا وامتى، لان انت كل الانديه خلاص ابتدت ترتب امورها، لكن كل ما يكون الوقت مش عارف امتى هتبتدي موسم الانترنت، كل اي ممكن تتفق مع لعيب ويروح حته ثانيه، بالظبط، كل ما هتدي له وقت وكل ما هتدي له مساحه ان هو يبتدي يلف على الانديه كلها، كل ما انت مش هتبقى مضامن اللعيب ده صح ولا مش صح. فبالتالي لازم الموسم الانترنت يفتح في اقرب وقت ممكن، وبعد كده نبتدي بقى نحل المشاكل واحده واحده، بعرف 97 موجوده، 98 موجوده، 97 مش موجوده، في حاجات كده كانت لازم تتقال من بدري قوي، فاحنا خلاص وصلنا للمرحله كلنا لازم نتعاون مع بعض، لان خلاص مفيش حد هيبقى كسبان في القصه كلها، خلاص انت محطوط في كوردر ولازم تتاكد عليه.
يعني بس هو مش هيقدر يا كابتن نادر يفتح موضوع التيم اس والقيد المحلي الا ما ينتهي الدوري، يعني لو باقي لسه دقيقه في الدوري العام مش هيقدر يفتح القيد المحلي. ما عشان كده ما هي بقى ما هو ده اللي انا بقوله، ان انت كده ولا كده السنه الجايه هتبقى استثنائيه، لان انت مش هتعرف هتودي هتبيع مين ولا هتجيب مين. يعني انت التيم اس هيفتح بعد الماتش بتاعنا وماتش الاهلي والزمالك، صح ولا مش صح؟ ده هيكون مثلا في اول 8 صح؟ مثلا. طيب اول 8 انت من هنا لغايه اول 8 بقى هتعمل ايه؟ هتتعامل ازاي مع لعيبتك كمان لو انت عندك معارين؟ هترجعهم ازاي لو انت عندك صفقات هتنضم؟ هتبدا امتى معاك؟ وممكن كمان في انديه لسه ما خلصتش المسابقه، لسه المقاولين معاك زي الاسماعيلي كمان. صح، وحتى الانديه اللي قاعده دلوقتي، احنا طب احنا عندنا ماتش والاهلي عنده ماتش والزمالك عنده ماتش، يعني الناس اللي قاعده دلوقتي هتجيب لعيبه ازاي؟ او هتدفع للعيبه اللي اوريدي عندهم عقود معاها، هتدفع لهم بناء على اساس ايه؟ على الموسم القديم ولا الموسم الجديد؟ يعني لما تدخل في شهر 7 او شهر 6 المفروض تدفع القسط بقى بتاع السنه اللي جايه. بالظبط. صح ولا مش صح؟ هتعمل ايه بقى في القصه دي؟ تمام. هل اللعيب من حقه ان هو يشتكي في اتحاد الكوره ان يعني انت ما دفعتلوش القسط بتاع الموسم الجاي، ولا ملوش حق ان هو يشتكي؟ دي برضه حاجات لازم كلها تتحل وانت بتحل المشكله كلها. يعني انت ما ينفعش انت تاخر قسط على اللعيب بتاعك، اي نادي محترم في الدنيا ما بيتاخرش، فالنهارده عقده بيخلص في شهر 5. طب شهر 5 6 و7 و8 دول يعني هتدي له ايه؟ لا، وفي نقطة كمان يا كابتن نادر عايز أقول لك عليها، أنت عندك يعني حوالي عدد من اللعيبة المعارين من النادي الأهلي، لما تيجي تلعب مع الزمالك هل اللعيبة المعارة من النادي الأهلي التوقيت ده لما تيجي تلعب مع هذه المباراة، إذا لا قدر الله يعني اتحاد الكرة قال لك هنلعب في آخر شهر 7، يعني هذه المباراة مثلا هتكون 25 أو 28 7، في التوقيت ده اللعيبة المعارة هل هتكون رجعت أنديتها ولا هتكون موجودة معاك؟ لا لا مش هتبقى رجعت أنديتها، لأن أنت حاطط مع نهاية الموسم في فرق ما بين العقود بتاعت السنه اللي فاتت والسنه دي عن الانتهاء يناير، انتهاء يناير انت بتكتب فيها حتى نهايه الموسم. كويس، لكن في اول السنه خالص انت محدد الدفعات بتاعتك لغايه شهر مثلا 5. تمام. لكن العقد ما بينك وبين النادي اللي انت واخد منه لعيبه زي النادي الاهلي مثلا زي الخمسه اللي عندي والنادي الاهلي، لا انا لغايه اخر الموسم، بمعنى اخر يوم في الموسم، فدي مش مشكله قوي، هي مشكله في الاقساط بتاعتهم بس، ودي احنا بنحاول. خسائر ماليه كمان على فكره، دي خسائر ماليه. لا ما هو خسائر ماليه، انت النهارده ما هو خسائر ماليه، احنا ليه النهارده قعدنا مع كابتن حماده برضه يعني مشكورا، انت فاهم الموقف بتاعنا واحنا تفهمنا الموقف بتاعه، لان انت النهارده عندك ماتش واحد، هتقعد مع كابتن حماده لغايه شهر 7 بعد كده تشوف مصيره ايه. فاحنا قعدنا واتفقنا خلاص ان كل واحد اتخذ القرار اللي يناسبه، فكابتن حماده قال لك خلاص انا هشوف يعني برضه السنه الجايه هعمل ايه، واحنا برضه عشان انت خلاص تتحضر السنه الجايه. افرض بقى كابتن حماده قعد معاك شهر 7، تقعد تديله شهر 6 و7 و8، فاهم قصدي؟ فبرضه دي بالزبط. مشاكل بتواجه ناس كتير، لكن برضه ارجع اقول لك احنا خلاص احنا متاخرين قوي ان احنا نحل المشكله، هي المشكله تتحل لوحدها بقى، خلاص الموضوع دخل في النهايه لازم تتحل لوحدها، بس قبل كده كان المفروض نحلها. طيب، في نقطه مهمه كمان يا كابتن نادر عايز اكد لك عليها، لما بعت الخطاب لاتحاد الكوره من اسبوع اترد عليك؟ لا ما تردش عليك. ما تردش عليك. هتبعت خطاب تاني ولا خلاص كده انت هتنتظر لغايه لما تشوف هيحصل ايه؟ لا هشوف هيحصل ايه بقى، انت عايز تتكلم في الحق ولا عايز تتكلم في الكلام اللي انا ممكن اقوله عشان فاهم احس ان انا صاحب موقف وكده؟ الكلام الحق ان انا هستنى طبعا الضغطه بتاعت النادي الاهلي واللي بيحصل ما بين الاتحاد الاهلي واتحاد الكوره والزمالك كل القوى العظمى اللي موجوده، واشوف بعد كده ايه الحل. لكن انت دلوقتي لما تبعت جوابه ما حدش فاضي ان هو يبعت لنادي الجونه، صح ولا غلط دي نتكلم فيها بعدين، لكن انا بكلمك في واقع. الواقع بيقول ايه؟ بعد جواب من 1/6 ترد عليا، لا ما تردش عليا. ده صلب الموضوع، ده اساس الموضوع يا كابتن نادر على فكره والله. يعني الاتحاد الدولي نفسه، اقول لك على حاجه، واكيد طبعا انت حضرتك عارف الموضوع ده، عشان فتح القيد والتيم اس بيتم التنسيق بين الاتحاد الدولي مع كل الاتحادات الاهليه في هذا الشان. الاتحاد الدولي عشان يبدا يحدد مواعيد فتح التيم اس لكل الاتحادات، لان في مناطق جغرافيه مختلفه عن اتحادات اخرى، فبيتم التنسيق القصه الالكترونيه بالقيد قبلها بحوالي 10 شهور او 12 شهر. عارف والله عارف، بس صدقني بص احنا وصلنا لمرحله ان احنا لازم كلنا نتعاون، احنا الاول نلوم او نبتدي نخش نقول عايزين 1 2 3 4، الكلام ده من شهرين 3 4، لكن النهارده خلاص لازم كلنا نتعاون، انت عندك كاس الامم هيتعمل على مصر، عندك خلاص الدنيا بقت متعقده زياده عن اللزوم، خلاص الوقت الوقت ازف خلاص خلاص للأسف. يعني الموضوع خلاص مش بايدينا خالص، الموضوع هيتحل بقى من بطرق اخرى، لكن مش هينفع احنا انا دلوقتي كجونه اقعد اقول لك بعت ضغطين الرد، حتم يعني هتبقى برضه سخيفه يعني خلاص هي الحلول بتاعي خلاص بتتاخد واحده واحده، نعرف بقى 97 الايام اللي جايه اعتقد ان هيبقى فيها حلول كتير يعني، وهيترد علينا، بس مش هترد علينا احنا دايركت، هترد علينا بناء على بيانات في اتحاد الكوره ترد علينا، لكن مش هترد على الفاكس بتاعي.
اكيد بعد ما نشوف الموقف مع النادي الاهلي الانديه كلها هتعرف الموقف للكره المصريه خلال الفتره القادمه. كابتن نادر انا بشكرك شكرا جزيلا. انت قلتها بالطريقه صح كده، انا ما كنت بقدرش اقولها كده بس انت قلتها صح. بصراحه هو ده الحال في الكره المصريه. كابتن نادر انا بشكرك وكل التوفيق ليك والنادي الجونه خلال الموسم القادم بعد الاستمرار في المسابقه للموسم القادم. شكرا ليك كابتن نادر. طيب نخرج نشوف كلام جرايد ماذا كتب عن الاهلي في الصحف خلال الساعات الماضيه. نبدأ من الأهرام. قدم شكوى للجنة التظلمات باتحاد الكرة. الأهلي يلجأ إلى فيفا خلال ساعات لحسم أزمته مع الجبلية. وإلى الأخبار تحت عنوان الورطة. الأهلي ينزل الميدان ويحاصر الجبلية بالشكاوي والمذكرات. الموافقة على اللعب بدون الدوليين وسيستم الفيفا يكشف عن أزمة جديدة. وإلى الأخبار المسائي الأهلي يصعد حربه. النادي يتقدم بشكوى للجنة التظلمات ويتمسك بحقوقه كاملة. وإلى الشروق تحت عنوان رئيسي الأهلي يواصل خطواته التصعيدية في أزمة الدوري. النادي يخطر اتحاد الكرة بالقرارات الأخيرة لاجتماع المجلس واتخاذ جميع الحقوق القانونية لحفظ حق النادي في موسم 2018-2019 ويطالب ونطالع في أخبار الرياضة. الوزير يتدخل للإنقاذ والخطيب يرفض المسكنات. الأهلي يتمسك بحقوقه والمبادئ والجبلية تراوغ وتؤجل الحصر. ونطالع أيضا في أخبار الرياضة. الأهلي أنظر وحذر نفذ. مجلس الخطيب يضبط إيقاع الدوري المرتبك بالقانون. وفي أخبار الرياضة أيضا تصريح للكابتن سيد عبد الحفيظ بيقول فيه نبحث عن الحق، لو كنا نريد الدوري فقط ما اعترضنا، وما يحدث زمن العجائب. كلام الجرايد أو ما كتب في الصحف فيما يتعلق بهذه القضية هو اللي قلناها في الانترو في بداية هذه الحلقة، إن الإعلام كله في اتجاه واحد، ليس هناك اتجاه آخر مضاد لما يذكر في خلال الفترة الحالية. ليه؟ لأن الحق المشروع والحق المستند إلى قانون ولايحة بيبقى واضح للجميع، وبالتالي اللي عنده آلية لحل هذا الموضوع هيقرأ القضية صح ويقف مع النادي الاهلي في هذه القضيه، لان القضيه في حد ذاتها هي لمصلحه الكره المصريه. كل العناوين اللي ذكرتها في كلام الجرايد وما كتب في الصحف خلال الساعات الاخيره ماشيه في نفس الاتجاه. اتحاد الكره اصبح في ورطه، الجبلية في ورطه كبيره جدا، لان ضيق الوقت خلال الساعات الاخيره واللعب على عنصر الوقت خلال الفتره الاخيره للاسف للاسف هيلقي بظلاله بشكل سلبي جدا على الكره المصريه خلال الفتره القادمه، وده هينعكس سلبا على المنتخب خلال الفتره الجايه. ممكن ما يكونش تأثيره ظاهر بنسبة كبيرة في كأس الأمم، لكن ننتظر بعد كأس الأمم لما تبدأ تصفيات كأس العالم 2022. اللعيبة حالتها البدنية، حالتها الفنية، ارتباك في مواعيد القيد، كل لاعب مش عارف مشواره، كل لاعب مش عارف حقوقه، الأندية هتتكبد خسائر مالية كبيرة، فبالتالي كل هذه العناوين رايحة في نفس الاتجاه. النادي الأهلي لما تقدم بمذكرة كان بيأكد على كل هذه العناوين. طيب فكرة كمان حرب تكسير العظام خلال الفترة القادمة مش هنتكلم عليها، لأن خلاص الكل بينتظر خلال الساعات القادمة ما سيذكر بالنسبة لقرارات اتحاد الكرة اللي بننتظرها منذ الواحدة والنصف. كان هناك أخبار كتيرة بتتكلم عن أن هناك بيان سيصدر بعد دقائق، لكن قبل ما نخش في هذه التفاصيل نروح نشوف ما كتب على النادي الأهلي في المواقع الإلكترونية، والبداية بالعناوين في هذه المواقع. من الوطن سبورت محمود الخطيب لأعضاء مجلسه، لا للتفريط في حقوق النادي. من الشروق المتحدث الرسمي للنادي الأهلي، لم نلوح بالانسحاب وممتنعون عن خوض أي لقاء حتى انتهاء الأزمة. ونطالع في موقع في الجول،
الأهلي عن استثناء القيد الإفريقي، أين كانت علاقات أبو ريدة عندما ظلمنا في دوري الأبطال؟ وفي موقع صدى البلد، قراران جديدان من اتحاد الكرة بشأن مباريات الدوري وأزمة النادي الأهلي. وفي موقع الفجر الرياضي، رسمياً الأهلي يعلن الخطوة الثانية في التصعيد ضد الجبلية. ومن موقع اليوم السابع، الأهلي يجدد الثقة في لاسارتي حتى انتهاء الدوري. ومن موقع يلا كورة، عبد الحفيظ، الأهلي لم يحسم بعد موقف مؤمن زكريا أو المعارين. ونطالع في موقع فيتو، تعرف على موعد ومكان معسكر الأهلي في أوروبا. والختام مع موقع سوبر كورة، الأهلي يفاوض نادي نمساوي من أجل ضم نجم منتخب مالي. كل الأخبار اللي تم ذكرها أو الحديث عنها في المواقع وما كتب في المواقع وعلى الإنترنت بخصوص النادي الأهلي أيضا بتسير في نفس الاتجاه، تصريحات للمتحدث الرسمي بالنادي الأهلي عن مسألة أن البعض بيتكلم النادي الأهلي لما قال مش هستكمل الدوري، البعض فسرها بأنه انسحاب. الأهلي قال أو موقفه كان واضح، قال مش هستكمل الدوري لحين حل الأزمة. بمعنى أدق، احنا عندنا أزمة في الدوري، ما ينفعش أكمل الدوري والأزمة دي مستمرة وهنكمل بعد كاس الامم. لم يذكر كلمه انسحاب، واللي بيقول كلمه انسحاب بيقولها على هواه الشخصي، لان النادي الاهلي في بيانه كل كلمه كانت مكتوبه ومحدده وموجهه بشكل قانوني، كل كلمه كانت مكتوبه بمستند بناء على لائحه وقانون النادي الاهلي استند عليه بعد دراسه وفيه خلال الفتره الاخيره. ايضا بالنسبه للاستثناء للقيد الافريقي وما ذكر خلال الساعات الماضيه، انا قلت لكم خلال الفتره الحاليه كل شويه هيطلع لنا مصادر بتقول معلومات وبتبقى للاسف معلومات مغلوطه ومخالفه للقانون واللائحه. يعني قيل قبل كده في موضوع التصنيف او قيل في مساله ارسال اسماء الانديه ارقام او حروف، قلنا الكلام ده مش هينفع لان في تصنيف. بعد ما قلنا ان في تصنيف طلعت قصه ثانيه، اصل هيبقى في استثناء في القيد الافريقي. يا فندم، القيد الافريقي خلال الفتره القادمه محدد بمواعيد، وإذا تم التغيير هيتم التغيير لكل الاتحادات الأهلية، وإذا تم التغيير لكل الاتحادات الأهلية هيكون بسبب تأجيل مباراة الترجي والوداد لما بعد كأس الأمم، وده الاتجاه داخل المكتب التنفيذي. بشكل عام الناس عشان تفهم قصة الاستثناء وهيتم الاستثناء ده لمصر، ده حق يراد به باطل. أنا عايز أقول لكم في معلومات كمان إضافية من داخل المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي أحتفظ بها دلوقتي ومش هتكلم عليها إلا لما يكون معايا ضيفي الأستاذ محمد صادق الناقد الرياضي والكاتب الصحفي في أخبار الرياضة، لأن في كلام عن تغيير شكل مسابقات دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية خلال الفترة القادمة. هناك اتجاه داخل الاتحاد الإفريقي لتعديل عدد من الإجراءات والقرارات اللي اتخذها خلال الأيام الماضية في المكتب التنفيذي اللي يعقد في القاهرة خلال الأيام القادمة. وبالتالي فكرة استثناء القيد لمصر ده مش قانوني، لأن تكافؤ الفرص ملزم لكل الأندية وده ملزم على الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وبالتالي القيد إذا حصل في تعديل هيكون لكل الاتحادات الأهلية، لل 52 اتحاد في الكرة الإفريقية وفي القارة الإفريقية. لكن لما قيل إن المهندس هاني أبو ريدة بعلاقاته سيقدر إنه أو سيستطيع إن هو يحل هذه الأزمة، كان في تصريح مهم جدا للمتحدث الرسمي، قال طب هو كانت فين العلاقات دي عندما ظلمنا في مسابقه دوري ابطال افريقيا العام الماضي والعام قبل الماضي؟ ظلم تحكيمي، اعتداء على بعثه النادي الاهلي، حاجات كتيره جدا متعلقه بتفاصيل متعلقه بمبدا الفير بلاي لم تحدث في نهائي افريقيا العام الماضي والعام قبل الماضي، ومع ذلك لم يجد النادي الاهلي اي موقف ايجابي من اتحاد الكوره، وما حدث هذا العام كان كاشف لكل السلبيات اللي ظهرت العام الماضي وقبل الماضي. سبحان الله، صدفة ورب صدفة خير من ألف ميعاد. اللي حصل السنة دي في دوري أبطال إفريقيا كشف تفاصيل كتيرة جدا، مش هنخش في أحداث وفي تفاصيل لأن خلاص الكل الكافة بقى كل عنده التفاصيل والكل بقى شايف دور الاتحادات الأهلية في دعم ومساندة أنديتها وإزاي صانع القرار بيقدر يكون واقف للنادي اللي معاه. طيب، أيضا في الفجر الرياضي النهاردة اتكلموا عن النادي الأهلي النهاردة رسميا اتخذ خطوة أخرى تصعيدية ضد الجبلية. الخطوة الثانية هي اللجوء لمركز التسوية والتحكيم في اللجنة الأولمبية، وده موقف قانوني ومركز قانوني سليم جدا.
طبقا للائحه النظام الاساسي لاتحاد كره القدم واللجنه الاولمبيه المصريه، النادي الاهلي يسير بخطواته القانونيه بشكل سليم 100%. في نقطه كمان انا عايز اقول لكم عليها، فكره خبراء اللي بيطلعوا في كل ازمه بيتكلموا عن رايهم القانوني، راجعوا كده ارائهم القانونيه في القضايا السابقه هتعرفوا ان هم مش خبراء. كل قضيه بيحصل فيها ازمه بيطلع فيها خبير لوائح يقول رايه، بيقول راي بعيد عن القانون واللائحه، وبيحصل حاجه ثانيه بشكل علمي بناء على القانون واللائحه. فبالتالي ما تسمعوش لاراء خبراء في التوقيت الحالي في موقف رسمي النادي الاهلي اتخذه في الفتره الحاليه شكوى لجنه التظلمات، وسننتظر موعد لجنه التظلمات خلال الايام القادمه اذا كان هناك اجتماعات اساسا داخل لجان اتحاد الكوره. شكوى لمركز التسويه والتحكيم تمت النهارده في اللجنه الاولمبيه، وخلال الساعات القادمه باذن الله ستعقد جلسه داخل اللجنه الاولمبيه للنظر في شكوى النادي الاهلي. المواقف الاخرى او التصعيديه الاخرى سواء للاتحاد الدولي او المحكمه الرياضيه هي متوقفه فقط على القرار الذي سيصدر سواء من لجنه التظلمات او مركز التسويه والتحكيم. طيب دي كانت اخبار النادي الاهلي في الصحف والمواقع وما ذكر على مواقع الانترنت خلال الساعات الماضيه بخصوص هذه القضيه. لكن هناك اخبار محليه واخبار متعلقه بالمنتخبات الافريقيه والاستعداد لكاس الامم خلال الفتره القادمه. نخرج لهذه العناوين ثم نواصل الحديث المتعلق بتفاصيل هذه الاخبار المحليه واخبار المنتخبات الافريقيه. نبدا بالشروق. مدرب المنتخب: لم يعرض علينا اعاده اللاعبين للانديه لاستكمال الدوري. والى الوطن سبورت: أجيري يجهز لاعبي المنتخب بخطة ضرب زيمبابوي وأوغندا والكونغو. وإلى الفجر الرياضي: طرح تذاكر مباراة مصر وتنزانيا الودية اليوم. ومن موقع مبتدأ: فرج عامر يهاجم الجبلاية، اللي بيروح بدري بيدير، اللي بيروح بدري بيدير. بوابة أخبار اليوم: الجونة يشكر صدقي ورضا شحاتة يقود الفريق مؤقتا. ومن موقع في الجول: نبي كيتا لمدربه، سألعب ضد مصر استعدادا لأمم إفريقيا. وإلى موقع اليوم السابع: منتخب نيجيريا يعسكر في الإسماعيلية استعدادا للأمم الإفريقية. وأخيرا من موقع فيتو: 15 يونيو آخر فرصة لمنتخب مالي قبل استبعاده من أمم إفريقيا. ومن موقع يلا كورة: مجموعة مصر زيمبابوي تتسلح بعنصر المفاجأة بقيادة حلم بليات. اهلا بحضراتكم من جديد بعد هذه العناوين المتعلقه بالاخبار المحليه واخبار المنتخبات الافريقيه. لكن لفت انتباهي تصريح مهم جدا للمهندس فرج عامر رئيس نادي سموحه. هو مش مهاجما للجبلية، هو بيوصف الوضع بشكل صحيح 100%. اللي بيروح بدري بيدير، ده تعليقا على الموقف داخل اتحاد كره القدم. بمعنى ادق، تصريح المهندس فرج عامر بيتكلم عن العمل المؤسسي داخل مقر اتحاد كره القدم في الجبلية. بمعنى أدق، إن المفروض هناك مدير تنفيذي، وهناك استراتيجية بيضعها مجلس إدارة اتحاد كرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، وهناك لجان بتدير العمل داخل اتحاد كرة القدم: لجنة مسابقات، لجنة شؤون لاعبين، لجنة فنية بقيادة المدير الفني للاتحاد، لجان متعلقة بهذا الأمر، لجنة تظلمات، لجنة حكام، كل لجنة بتقوم بالدور بتاعها. ولما بيكون في قضية أو مشكلة في أي أمر متعلق فني بكل لجنة من هذه اللجان بترفع توصية لمجلس إدارة الاتحاد وبتقول الحلول وبتقول المشاكل فين، وادي الشكل القانوني لكل قضية أو كل مشكلة. وكل لجنة بتعمل وفق اللوائح المنصوصة ليها من الاتحاد أو حتى حسب الاتحاد الإفريقي أو حسب الاتحاد الدولي، حسب دور اللجنة نفسه في هذا الموضوع. لكن هذا التصريح هو ملخص لما يدار في الجبلية ولما تدار الأحداث والقرارات والمواقف داخل اتحاد كرة القدم. اللي بيروح بدري بيدير، واللي بيروح بدري فعلا والله بيدير، مش السنة دي. احنا متابعين للشأن المصري وبنغطي اتحاد كرة القدم منذ سنوات وعارفين الكرة المصرية بتدار ازاي. بيبقى في ناس موجودة أعضاء مجلس إدارة من الساعة 10 الصبح لغاية الساعة 10 بالليل.
بتاخد القرارات بنفسها، بتبعت الفاكسات بنفسها، بتكلم الأندية وبتاخد مواقف من نفسها، بتحدد مسألة القيد من نفسها، بتتفق مع نوادي على أمور معينة بعيدة عن نوادي أخرى، وبتاخد قرار في مسألة اللاعبين الأجانب، في فتح اللاعب السوري للاعبين بالنسبة للدوري المصري، في زيادة عدد اللاعبين الأجانب فجأة في الدوري المصري، إن الأربعة يلعبوا في المباراة 90 دقيقة مفيش مشكلة، إن القايمة لها خلاها 25 لما يجي في يناير مفيش مشكلة، لو أنت محتاج لعيبة في شهر يناير يبقى نزود ل 30. الأمر ماشي كده في اتحاد كرة القدم، وبالتالي القضية اللي احنا بنناقشها دلوقتي ده نتيجة كل هذه الموضوعات. فتصريح كان مهم جدا للمهندس فرج عامر، لكن يا باشمهندس فرج برضو الحل عندكم، انتوا أصحاب القرار، انتوا المسؤولين عن إدارة الدوري الممتاز، مش أنا اللي بقول، ده لائحة النظام الأساسي لاتحاد كرة القدم في نصوصها هي اللي بتقول كده، بتشكل رابطة للأندية لإدارة مسابقة الدوري الممتاز، وبالتالي هذا حق للأندية، لكن للأسف اتحاد الكرة هو اللي بيدير. طيب خبر آخر متعلق ب 15 يونيو آخر فرصة للمنتخب المالي للمشاركة في أمم إفريقيا. على فكرة في أزمة كبيرة جدا في مسألة مشاركة المنتخب المالي، إن هناك أزمة ما بين المنتخب أو الاتحاد المالي مع الاتحاد الدولي لكرة القدم. قيل خلال الساعات الماضية أن أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي سيسافر من باريس مكان انعقاد كونجرس الاتحاد الدولي إلى مالي لحل هذه الأزمة، لأن هذه الأزمة بتهدد مشاركة منتخب مالي في كأس الأمم القادمة بإذن الله في مصر. ما سيطرى خلال الساعات القادمة هنشوف، لأن المعلومة اللي عندي إن أحمد لم يتجه من باريس إلى مالي، لا اتجه إلى موطنه في مدغشقر، وحتى هذه اللحظة لم يظهر أي جديد بالنسبة لمشاركة المنتخب المالي في كأس الأمم. لكن الاتحاد الدولي في هذه الموضوعات ما بيهزرش، إذا كان هناك خروقات قانونية قام بها الاتحاد المالي خلال الفترة الأخيرة، الاتحاد الدولي سيتخذ قرار بمنع مشاركة المنتخب المالي في البطولات الدولية، وسيكون هناك قرار حظر على الاتحاد المالي للمشاركة في البطولات القارية والبطولات الدولية، وأيضا على مستوى الأندية في الاتحاد المالي. عموما دي كانت النهاردة كل أخبارنا، سواء المتعلقة بالنادي الأهلي وما كتب على النادي الأهلي، وأيضا كمان الشأن المحلي وشأن المنتخبات الإفريقية. لكن خلال الدقيقتين اللي أنا معاكم فيها دلوقتي قبل ما أطلع لفاصل واستقبل ضيفي الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ محمد صادق الناقد الرياضي في أخبار الرياضة، عايز أقول لكم الملفات اللي تم ذكرها خلال الساعات الماضية لن تتوقف فقط على موقف الدوري العام، في قضية تانية هنتابعها خلال الفترة القادمة، وكان محل نقاش في فترات سابقة كانت مهمة جدا، وتصريح المهندس فرج عامر وما قيل من نادي الداخلية ونادي النجوم ونادي الجونة ونادي سموحة في هذه القضية وما يطلبه النادي الأهلي هيروح بينا كلنا لأهم قضية ممكن هيجي وقتها بعد ما نشوف أزمة الدوري العام، وهو إمتى اتحاد الكرة سيتخذ قرار بإقامة دوري للمحترفين في موسم 2019-2020. عايز أقول لكم على معلومة مهمة جدا وهي متعلقة أيضا كمان بموقف الدوري العام وليه تأخرنا السنة دي والموسم الاستثنائي اللي بتتقال كده ككلمة مطاطة الناس كلها بتسمعها وبتصدقها وهي فعلا كلمة مش حقيقية. السنة دي وهربط ده بالإمارات في موضوع الرابطة، السنة دي دولة الإمارات العربية المتحدة استضافت أهم ثلاث بطولات دولية على ملاعبها، كأس أمم أسيا بمشاركة 24 منتخب زي اللي هيحصل في مصر خلال الأيام القادمة، كأس العالم للأندية بمشاركة نادي ريال مدريد، البطولة الدولية لدورة متحدي الإعاقة، الأولمبيات لدوري متحدي الإعاقة، ثلاث إيفنتات دولية أقيمت في دولة الإمارات العربية المتحدة من شهر سبتمبر إلى شهر مايو وكان هناك توقف للمسابقة المحلية. علاوة على ذلك شارك الأندية المتعلقة بالاتحاد الإماراتي لكرة القدم في دوري أبطال أسيا وفي كأس أسيا كأس الاتحاد الأسيوي، ولعبت أيضا في البطولة العربية زي الأندية المصرية، لكن الاتحاد الإماراتي أنهى الدوري في منتصف مايو. أضيف إلى هذا الكلام خلال الفترة القادمة هناك اجتماع في الاتحاد الإماراتي لنقل فكرة لجنة أندية الدوري الإماراتي إلى رابطة للأندية للمحترفين. إذن الاتحادات اللي بتسعى لمصلحة الكرة هذه قراراتها وهذه مواقفها وهذه أجندتها، وبالتالي الأمور أصبحت كاشفة للجميع، تونس، المغرب، الجزائر، اتحادات شمال إفريقيا، أيضا كمان الاتحاد الإماراتي، الاتحاد السعودي امبارح كمان طلع مواعيد القيد وحدد الإطار العام بالنسبة للموسم القادم. عموما أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ محمد صادق وهو مدير تحرير مجلة أخبار الرياضة. أهلا بحضراتكم من جديد، والفقرة الحوارية في برنامج كلام في الميديا هنلقي الضوء بقى بشكل مفصل على كل هذه الأخبار وكل هذه المعلومات، لكن وجهة نظر الصحافة في هذا الموضوع يمكن نقلنا في الفقرة الأولى كتبة
في الصحافة وما كتب في المواقع عبر الإنترنت في هذه القضية، لكن الصحافة من وجهة نظرها هذه القضية كيف تناقش، كيف سيتم حلها، ما هو القادم بالنسبة للكرة المصرية، وأيضا الدور المهم جدا للإعلام الإيجابي خلال الفترة الحالية. بأكد على أن الإعلام دوره إيجابي جدا في هذه القضية خلال الفترة الحالية. لذلك في هذه اللحظات برحب بضيفي وطبعا كاتب صحفي كبير وناقد رياضي وليه باع طويل جدا في الصحافة الرياضية وتحديدا في شأن ملف اتحاد كرة القدم والمنتخبات الوطنية، لأنه على مدار سنين طويلة جدا كان ليه دور في تغطية أخبار الاتحاد وأخبار المنتخب خلال السنوات السابقة. الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ محمد صادق، مدير تحرير أخبار الرياضة. أستاذ محمد منورنا ومشرفنا. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد، ده نورك وده نور قناة الأهلي بالتأكيد. بقالنا كتير ما التقناش في أخبار الرياضة، لكن أنت النهاردة منورنا في قناة النادي الأهلي. وأنا ده شرف كبير ليا إن أنا أكون معاكم النهاردة وفي ظرف دقيق جدا للغاية للكرة المصرية بصفة عامة، ومصر مقبلة على تنظيم أمم أفريقيا، وهناك أزمة مشتعلة كبيرة جدا جدا تمس سمعة المسابقة الأولى في مصر اللي هي الدوري الممتاز. طيب أبدأ بكلام حضرتك، تمس سمعة الكرة المصرية ومسابقة الدوري الممتاز، كيف من وجهة نظرك شايفها ازاي؟ هو طبعا لو احنا بصينا للدوري الممتاز في الفترة الأخيرة نجد ان احنا نقدر نقول ان هو بيتراجع، سمعته بتتراجع على المستوى العام، يعني احنا تصنيف، يعني احنا كان من ثاني او ثالث اقوى دوريات في افريقيا، مش عارف ايه رقم 8 او 9 على العالم من ناحيه قوه الدوري، والقوه بتقاس بالانتظام وبالمباريات وبالنتائج وبالجماهير وبكل الاساليب كلها. في ناس متخصصه بتقول الدوري ده قوي ولا دوري ضعيف، كلنا كجمهور كوره دلوقتي بنقول الدوري السعودي قوي ولا يعلى عليه، مش بنجامل احنا السعوديه، لا هو فعلا دوري قوي لانه منتظم جدا، لانه ما فيش اي مجاملات، لانه ما فيش اي نوع من انواع يعني المحاباه او تغيير اللوائح او المشي بالمزاج او الحاجات دي كلها. فعشان كده بيبقى دوري قوي قولا وفعلا، والناس كلها بتاخد سمعه عنه. احنا النهارده في مفترق طرق، اما ان يكون الدوري المصري دوري قوي كما كان وكما هو معدوم باعتبار انه هو اقدم مسابقه دوري في المنطقه العربيه وفي افريقيا، واما الا يكون، يبقى مجرد دوري زيه زي الدوري السوداني زي الدوري التنزاني زي اي دوري خالص كده. وفي الحاله دي هنخسر كتير جدا جدا، هتخسر استثمارات، تخسر سمعه، تخسر مكانه رياضيه، تخسر حاجات كتير جدا لو انت تنازلت عن انك تكون دوري قوي. والدوري القوي يفرز منتخب قوي، يفرز بمنتخبات قوية، يقدر يدي السمعة الأفريقية، يعني كل الأمور مترابطة وقائمة على المسابقة الأولى اللي هي مسابقة الدوري الممتاز. تمام، حضرتك ذكرت أمثلة ووضعت مقارنات بين عديد الدول والدوريات الأخرى، وإحنا بقالنا فترة بنتكلم في هذه القضية واتكلمنا عن تونس والمغرب والجزائر، ورحنا النهاردة للإمارات، ومن شوية السعودية في قرار متعلق بالموسم الجديد. نص القرار اولا لجنه الاحتراف هي اللي اتخذته، مش الاتحاد، مش اتحاد الكره. تمام، هي المعاني مهمه جدا واحنا بناكدها لكل المشاهدين، القرارات بتتخذ من القائمين والمختصين بالامر. كويس. لجنه الاحتراف ده بدايه. كويس. لحد قال مجلس اداره الاتحاد ولا المدير التنفيذي ولا كده. لجنه الاحتراف عملت ايه في الدوري السعودي؟ قالت بدايه القيد او فتح التيم اس من 12/6 حتى 31 اغسطس. تمام، حددت القيد لكل الانديه في السعوديه خلال الموسم القادم. تمام، طيب قالت الانتقالات الشتويه بدءا من 1 يناير حتى 31 يناير، وده معروف ومعلوم للجميع، لكن هي حددت القيد في فتره الانتقالات الصيفيه من 12/6 ل 31/8. طيب بالنسبه للاعبين الاجانب، بالنسبه لدوري المحترفين كان 8 لاعبين اجانب، لجنه الاحتراف اتخذت قرار النهارده بقوا 7. كويس. وبالنسبه للمواليد اللي هم اقل من 20 سنه بقى لاعب واحد فقط. تمام. القرارات لجنه الاحتراف مش على الدوري المحترفين فقط، لان الدوري السعودي بقى دوري المحترفين. لا، القرارات كمان راحت لدرجة الدرجه الادنى، قال لك عندك 4 اجانب وتطلع لعيب من تحت السن، بالنسبه كمان للدرجه الثالثه شوف الاحتراف وصل لفين، اللعيبه الاجانب 2 و2 من تحت السن، ده التخطيط. طيب كويس، انت كده جرتني لحته ثانيه كنت عايز اتكلم فيها، ولكن يعني اصبحت مجبر اني اتكلم فيها، اللي هي رابطه الانديه المحترفه. في بدايه الموسم سمعنا ان في رابطه انديه والقانون بيحتم والاتحاد الافريقي بيحتم والكلام من ده كله، رابطه الانديه ويتم اختيارها وانتخابها من اعضاء الدوري الممتاز والحاجات دي كلها، وتم الانتخاب وتم تشكيلهم، ولكن اتحاد الكوره بجلاله قدره
الفاشل افشل هذه اللجنه ونهاها تماما. افشلها ليه؟ عشان هو يفضل هو المسيطر. لجنه الانديه دي المفترض ان هي اللي بتدير المسابقات، هي اللي بتحط اللوائح، هي اللي بتحط لوائح العقوبات، هي اللي بتعمل كل شيء ابتداء من الجدول المسابقه وانتهاء بالامور كلها بتاعه الدوري الممتاز. لكن ما ينفعش ازاي يبقى في لجنه متخصصه ومنتخبه من الانديه تدير؟ لا، امال احنا هنجامل ازاي؟ امال هننجح في الدوره الجايه ازاي؟ في الانتخابات اللي جايه ازاي؟ امال الجمعيه العموميه هنضحك عليها كلمتين ازاي؟ ما احنا هنقول لهم احنا هنلغي الهبوط، لا هنخلي مش عارف ايه، لا هنخلي دوري 20 نادي. فشيء طبيعي هذا التفكك والاضطراب ده، ده اللي كان السبب الرئيسي ان هم يطيروا كل من يتصدى لكلمه لجنه الانديه المحترفه او لجنه او رابطه الانديه او تحت اي مسمى اللي هي بتدير دلوقتي في السعوديه زي حضرتك ما قلت. وكان الضحيه محمود الشامي وكل الناس اللي كان رئيس لهذه اللجنه وهذه الرابطه، كل اللي كان متحمس للفكره. هو مش متحمس، هو دارس وعارف ان في رابطه انديه محترفه في انجلترا وفي وعارفين الكلام ده كله، واحنا عايزين نمشي زي الدول الثانيه، لكن اتحاد الكره بتاعنا مش عايز يمشي بهذا الاسلوب. فعشان كده تم القضاء على لجنه الانديه. يبقى معنى ذلك ان احنا بنرجع لورا مش بنتقدم لقدام، واي حاجه بيكون فيها لمصلحه الارتقاء بالمسابقه بتبص تلقاها بيفشلها اتحاد الكرة عشان خاطر يظل المجموعة اللي هي بتتحكم في الكرة هي نفس المجموعة، هي تدور على مصالحها، تدور على مناصبها سواء المحلية أو القارية أو الدولية وفقط لا غير. أما التخطيط للكرة المصرية والارتقاء بالكرة المصرية وكذا وكذا، ده خارج الحسابات، ده يجي بالصدفة، ده يجي لما الأهلي أو الزمالك يعمل بطولة المصري يبقى كويس جدا، نقعد نطنطن ونقول الأهلي عمل والزمالك عمل والكلام من ده، وهو اتحاد الكرة ما عملش حاجة. ممكن يكون عامل فشل أو عامل عائق أدى إلى فشل أحد الأندية. ونروح ليه؟ يعني ما هو اتحاد الكرة كان أحد العوامل اللي هي لم تساند ولم تقف بجوار الاهلي في ازماته على مدار السنتين اللي فاتوا مع الاتحاد الافريقي ومع المهازل التحكيميه، وكان بالعكس هو اللي كان بيطرمخ ويقفل. ومعلش عشان خاطر احنا بقى مقر وبعدين يقول لك ايه، لا خلي بالك ده احنا لو عمل صعدنا مع الاتحاد الافريقي ممكن يقولوا الاتحاد بره مصر ومش عارف ايه وبتاع وكلام من ده. ليه؟ مصالح. تمام. طيب حضرتك ليك باع طويل جدا في تخطيط اخبار اتحاد الكره، وانا حتى في مقدمتي ذكرت ده لان حديثنا النهارده كله اكيد رايح في اطار هذا الموضوع. مهندس فرج عامر قال تصريح مهم جدا، وحضرتك بتغطي الاتحاد يمكن مش عايز ارجع اكتر من 25 سنه، ربنا يديك الصحه يا استاذ محمد. طيب قال اللي بيروح الاتحاد بدري هو اللي بيدير، معنى هذا التصريح وقيمته؟ هو طبعا هو بيقصد بعض الافراد، هو في افراد ما وراهاش الشغلانه ولا مشغله الا ان هو يروح الاتحاد ويقول للراجل عم عبده بتاع البوفيه مش عارف يعمل ايه وبتاع، وهات لي الورق وهات لي المكاتبات وهات لي مش عارف ايه وكلام من ده. يعني في الاخر هتلقى المدير التنفيذي ده اسم وصوره ومفيش اي حاجه، مفيش اي خرب بيطلع عنه، ما يقدرش يطلع ايدي تصريح في اي قضيه من القضايا وفي واحد مخصوص بكذا موجود من 10 الصبح ل 10 بالليل. بس وموجود فعلا وهو اللي بيدير الموضوع. لا طب احنا ممكن عين لكم الحكم فلان عشان العمليه هتمشي، ما تقلقش مش عارف ايه وكده، مفيش دور للجان. لا وهو اللي بيروح بدري ده الساعه 10 الصبح ومش 10 بالليل ليست له درايه بالعمل الاحترافي في كره القدم، هو مجرد ان هو كان احد اعضاء الجمعيه العموميه اللي ممكن جدا يطبل شويه وبعدين يمشي في الزفه وبعدين يتقدم الزفه وبعدين يمشي جنب العريس وبعدين ياخدوا العريس بالحضن ويبوسوا من هنا وهنا، الناس كله تشوفه تقول ده صديق العريس، يبقى ايه نعزمه مع العريس عشان خاطر يتعشى معانا، اتعشى معانا وقعد على الترابيزه وخلاص، وهو مش عايز يمشي بقى صاحب البيت. دي كده تدور ترسمها على عضو اثنين ثلاثة هتلاقيهم هم كلهم نوعية واحدة، ولكن هتلقى واحد أو اثنين أو ثلاثة بيروحوا بدري يرشوا قدام الاتحاد وبعدين كده يعملوا كذا وبعدين يعملوا إيه، يستفوا الأوراق وبعدين يخبوا المكتبات وبتاع وكلام من ده. ومنها إن الأهلي بقى غير الأهلي، الأهلي أو غيره يبعت شكاوى ويبعت يقول لهم يستفسر عن حاجة محدش يرد عليه ولا أي حاجة خالص، ولا كأن في أي حاجة، اضرب طناش يا جدع ما فيش حاجه جت من ده. انا كان معايا من شويه قبل ما تكون معايا حضرتك كابتن نادر شوقي بكلمه على الخطاب اللي ارسله من اسبوع من نادي الجونه بخصوص طلبات تحديد الموسم القادم اللي احنا لسه من شويه بنقول السعوديه عملت ايه بالظبط. تمام، بقول له طب بعد التفاصيل الفنيه دي كلها والاداريه والماليه ردوا عليك؟ الاتحاد رد عليك؟ لا، قال لي لا
لا قلت له طب هتبعت تاني؟ قال لي ما انا خلاص بقى انا كده الاهلي عمل الخطوه فانا مستني اشوف هيحصل ايه. اه ما هو بيوصل، عارف اللي هيحصل، بيوصل الانديه الاعضاء اللي هم اساسا الموضوع واصحاب الموضوع، هم اصحاب الحق الاساسي، بيوصلهم لحاله من الياس سلبيه الرهيبه جدا بالزبط. جدا. وبعدين يجي في الاخر بقى يجي اي نادي ولو يكون نادي صغير ولا حاجه يقول لك بقول لك ايه انت هتخش في حرب بتاع هيبعت لك حكم غزت يخسرك ماتش ولا ماتشين ولا معقوله. اه طبعا طبعا طبعا. ايه ده يعني لو نادي بيطالب بحقه او طلب تحديد عدد من النقاط طالما غلس وطالما رخم هو وبدا يطالب مره واثنين وثلاثه يا عم تقعد تسكت بقى انت عايز ايه؟ حاضر هنعملك انت عايزه، وتبص تلاقي غلب ماتش وتطرد له لاعب وتعمل له كذا وتاخد اجراء ضده وانت مش حاسس. يا نهار ابيض. النادي مش النادي نفسه مش واخد باله انه هو بيعاقب، لا هو بيعاقب عشان ما تفتحش. بعد اسبوعين ثلاثه يقول له بقى ابعت بقى جواز زي ما انت عايز بقى، ما احنا نقدر برضه نقدر نرد عليك برضه وخلاص. على فكره انا مش بقول الكلام ده، انا على مدار كان من هناك رؤساء اتحادات محترمين للغايه واخد بال حضرتك في اتحاد الكوره عملت معاهم وكانوا في منتهى الشفافيه ان هم في اداره الاتحاد، وكان برضه معاهم عناصر اخرى ملتويه وبتعمل كل هذه الاساليب من وراء رئيس الاتحاد او بعلم او كلام من ده كله. فالنماذج دي موجوده في كل مكان وفي كل زمان موجوده، ولكن انت الموضوع النهارده استشرى بقى خلاص النهارده. انا عايز اقول حاجه صغيره بس عشان خاطر البعض، يعني احنا الازمه اللي وصلتنا لكده ان هم بداوا يطلقوا اكاذيب او شماعات واحنا نصدقها والاعلام يرددها. ده موسم استثنائي، ده موسم استثنائي عشان الاتحاد الافريقي عمل البطولتين في سنه واحده ومش عارف ايه. هو موسم استثنائي على مصر ولا على مصر وتونس ولا على مصر والمغرب وتونس والجزائر والسودان ولا على مصر وتونس والقاره الافريقيه كلها؟ ما موسم استثنائي في كل الناس، كل الدنيا خلصت الدوريات بتاعتها. تونس بتلعب بدون الدوليين دلوقتي، بدون الدوليين على يوم 15 يونيو. امبارح ديربي الترجي والافريقي بدون الدوليين، ديربي بتتلعب. حضرتك بتقول ايه ديربي؟ الناس بتنافس على اللقب، ناس بتنافس على اللقب، واخد بال حضرتك؟ ولغايه يوم 15 يونيو هيكون اخر ماتش في الجوله الاخيره في تونس. محدش قال لا 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 ناجل بعد امم افريقيا، ناجل بعد مش كده، وهم عندهم منتخب قوي بينافس على امم افريقيا وبيستعدوا تمام، مفيش اي حاجه خالص يعني. خد دي كمان عندك، اذا كانت قصه دوليين دي مزعله ناس، المدير الفني المكسيكي اجيري او اجيري لم يعرض عليه ولم يطلب منه انه يستغنى عن اللاعبين الدوليين خلال الفتره من 6 الى 15 يونيو. اصلا وما حدش طلب منه او ياخد رايه ولا حد منه. ولا حد الكلام ده غير صحيح على الاطلاق انه هو رفض. الرجل ما حد ولا يعرف ولا حد طلب منه ولا اي حاجه نهائيا. اتحاد الكره ممكن يسال المدرب المساعد قال ايه؟ يعني عشان بيتكلم مصري زينا والمدرب المساعد اسال المدرب المساعد وهاته على التليفون. هاتوا على التليفون اذا قال لك ان احنا ما نقدرش نستغنى عن الدوليين او ان الراجل المكسيكي قال لا ما استغناش عن الدوليين يبقى بحق. انا بقول لحضرتك اتحاد الكره رفض تماما، وهو جاب بس شكلا عشان الاجتماع الاولاني مع نائب رئيس الاتحاد وجاب لي هبل هيطه عشان يبقى حاضر وبتاع وعامل حسين عشان احنا محضرين الناس كلها بنعمل الشكل القانوني للاجتماع. هيستطلع راي المدير الفني. طب استطلع المدير الفني قال ايه؟ هات لي تصريح واحد لإيهاب الهيطة أو لهاني رمزي أو للمكسيكي يقول أن أرفض ترك أي لاعب دولي في الفترة من 6 إلى 15 يونيو. بس هو أقول لك على حاجة يا أستاذ محمد، ما هو النهاردة كان في الشهر؟ النهاردة 10/6. لو اتاخد تصريح النهاردة غير التصريح اللي هيتاخد يوم 1/6. طبعا. يعني بمعنى أدق كلام حضرتك مظبوط في إطار إن الكلام ده كان يوم 30/5 أو 1/6. لا هكون بتكلم 1/6 بالظبط في الاجتماع بتاعه. لكن التصريحات اللي نازلة النهارده، ما أنت بتيجي تكلم المدير الفني للمنتخب أو المدرب النهارده يوم 10 عشان بس أأكد المعلومة دي للناس، لأن الناس ممكن يحصل عليها يحصل لغط. أي تصريحات هتنزل للكابتن هاني رمزي النهارده أو لخفير أجير النهارده أو بكرة أو اليومين الجايين طبيعي هيقول لك لا خلاص داخل على البطولة. خلاص. لكن كلام حضرتك متعلق. انا بقول لحضرتك في الفترة هم الفترة الاجتماع اللي عملوا فيها قالوا ان احنا ناخد راي المدير الفني، لم يؤخذ راي المدير الفني ولم يؤخذ راي الجهاز الفني لمنتخب مصر في ان هو يسيب اللعيبة الدوليين بتوع الاهلي والزمالك في الفترة من 6 ل 15 من 6 ل 15 اللي هتلاقي فيهم اربع مباريات بس. وكان القصة كلها بمنتهى السهولة انك تقدر تلعب يوم 7 وتلعب يوم 11 وتلعب يوم 14.
وكان ممكن اقل من كده والله. اه وكان ممكن اقل من كده، بس عشان خاطر الناس تاخد 4 ايام من كل ماتش. اوكي. وكان المجموعه بتاعه الاهلي والزمالك الدوليين الثمانيه بتوع الاهلي والزمالك، ده الاول كان الثمانيه دول من فرقه واحده. اه ده دلوقتي العدد بقى اقل، يعني القصه اسهل. لا النهارده خلينا 4 من الاهلي و4 من الزمالك، كان ممكن جدا يروح يلعب ماتش غينيا عشان الراجل يطمن على مستوياتهم، وهو اصلا شايفهم تحت عينه في الدوري وعارف مستوياتهم وكل حاجه ومختارهم بناء على هذا الاساس. طب احنا محمد صلاح، ما هو المنتخب موجود في المعسكر، محمد صلاح بره المعسكر وتمام، وهو دوري وكل حاجه وزي الفل تمام تمام، ومش هيلعب ماتش تنزانيا كمان. ايه المشكله؟ هل المنتخب رغم ان محمد صلاح هو نص المنتخب، سواء البعض راضي بهذا القول او مرضيش او لم يرضى، شيء طبيعي ان محمد صلاح مهم جدا، ولكن معنى ذلك ما هو طب كان يقول لك طالما هو مهم نخليه عشان يحتك وينسجم مع المجموعه اللي مش عارف ايه والكلام من ده، وما نقدرش بقى نريحه، لا خليه في المعسكر والكلام من ده، لكن مفيش اي مشكله خالص. أكيد. اطلاقا اطلاقا. فاحنا بنقول ان اتحاد الكره اذا كان اراء إيه، لو كان يريد حل الازمه كان حلها من اول من واحد، هو كان بيلعب مع الاهلي على عنصر الوقت بيلعب. بعد اخر مباراه في الدوري يوم 3/6 يا استاذ محمد، قعدنا 5-6 ايام اتحاد الكوره لا صوت ولا اي تحرك جوه الاتحاد. لما الاهلي اشتكى لجنه التظلمات ومركز التسويه وطلع بيان ومذكره، اتحاد الكوره اتحرك امبارح وكانت في اجتماعات، وفي الاخر فجاه قال لك الاجتماع الغي وبكره ان شاء الله في اجتماع وهنطلع البيان، والاجتماع ما تمش والبيان ما طلعش. لان هم معلش بقى نلتمس لهم العذر، هم في ورطه شديده للغايه ومش عارفين يعملوا ايه خالص، لدرجه ان هو بيستعين بصديق، بيستعين بوزير الشباب والرياضه، حل لي المشكله، انا مش قادر احل، انا مش قادر احل. هم قعدوا في اجتماع امبارح، قعدوا في اجتماع، مفترض ان هم يقعدوا في اجتماع، يبقى ال 11 واحد اللي قاعدين على الاجتماع اما ان هم على قدر هذه المناصب ولا اما يروحوا. بمعنى صح انت جاي تحل ازمه، تطلع من الاجتماع تاخد قرار، مش قادر تاخد قرار يبقى ما تقعدش على هذه الترابيزه. هم في نص الاجتماع ما يقدروش ياخدوا قرار، لان النادي الاهلي قال لهم الموقف القانوني بشكل خلال الفتره الجايه، مش قال لهم موقف قانوني، هو زنقهم في ورطه بمعنى صح، كيف القضيه بالكامل وعنده مسببات وعنده اسباب وعنده مبررات وعنده قوانين وعنده كل حاجه وعنده خطواته اللي هو هياخدها وعارف هو بيعمل ايه. اتحاد الكره ما يقدرش يرد على مذكره الاهلي لغايه دلوقتي، حتى لو الفيفا ولا الكلام من ده، هم بيعتمدوا على ايه؟ هم باتحاد الكره طول عمره بيعتمد على ايه؟ سواء الاداره الحاليه او غيره، بيعتمد على انه النسيان، الناس بتنسى ومش عارف ايه، وبعدين نطنش الشكوى والمنتخب هيلعب والناس هتركز خلاص وخلصت القصه على كده. زي ايه؟ زي ما بياخد قرارات وبعدين ما فيش مشكله خالص، وبعدين تروح انت تشكي في الفيفا، وبعدين يشيل الفيفا يبعت الجواب، وبعدين يرد عليه رد هلامي، وبعدين يقول لك خلاص الفيفا قال لنا دي مسابقتكم انتوا حرين فيها واعملوا انتوا عايزين تعملوه فيها. هم بيرانوا على هذا الكلام، ما يعرفوش ان الجواب بتاع او خطابات الاهلي او التصعيد اللي بيعمله الاهلي له حججه وبراهينه واسانيده وتدرجه القانوني طبقا لقانون الرياضه. وليه فيفا ومحكمه رياضيه؟ لان هنا الصراع مش مع الاتحاد المصري فقط، لا في صراع افريقي متعلق بارسال اسماء الانديه وتحديد مواعيد القيد، فبالتالي طالما عندك نزاع على قيد مع اتحاد قاري من خلال الاتحاد الالي، فهنا الامر فعلا قانونيا يقدر بعد انك ما تقدرش تاخد حقك سواء من لجنه التظلمات او مركز التسويه اذا اتخذت قرارات يعني على غير هذا الموضوع، ساعتها تقدر تلجا للاتحاد الدولي بالزبط. والمحكمه الرياضيه. يبقى انت ماشي في اسلوب واحد بالظبط. انا عايز اقول برضو في القصه دي انه الاهلي اعتقد وان المسانده الاعلاميه اللي موجوده دلوقتي من الغالبيه العظمى من نسبه كبيره الاتجاه كله والمتخصصه بتقول ان هي بتساند الاهلي في قضيته، مش عشان خاطر ان الاهلي هو رقم واحد في افريقيا وان الاهلي هو رقم واحد في مصر وان الاهلي هو نادي عظيم وان الاهلي صاحب بطولات والكلام من ده، لا الكلام ده كله ده فوق الدماغ من فوق، ولكن لان الاهلي معه الحق وان الاهلي يسعى الى انقاذ سمعه اكبر مسابقه لكره القدم في الوطن العربي. ده عشان كده كل الناس شايفه ان الاهلي معاه حق، فعشان كده الناس بتساند او الاعلام الرياضي بيساند، وشايفين في الجانب الاخر ان هناك سلبيه وهناك لا مبالاه وان هناك عدم اهتمام في التعامل مع الازمه من جانب اتحاد كره القدم، وان الكلام ده لو استمر للموسم الجاي هيبقى يضاف فشل الى الفشل اللي حصل في الموسم المنصرم، وهيبقى نتواصل في قصه هتضيع سمعتنا. طيب دايما بتطلع لنا كده فكره اسمها مصادر في اتحاد الكره بتؤكد، واللغه الصحفيه في الامر ده لما بيكون اتحاد الكوره مش قادر يطلع بيان او يعلم موقفه القانوني الواضح تمام، يسرب يعمل تسريبات يطلع يقول لك مصدر مصدر قال. المصادر طلعت بحاجات غريبه وحاجات كوميديه بعيده عن الواقع وبعيده عن القانون. الاول قال لك ايه يا استاذ محمد؟
30/6 موعد، يعني هذا الموعد اللي نرسل فيه اسماء الانديه حل، ممكن نبعت ارقام وحروف فترد عليه قال لك لا في حاجه اسمها تصنيف ما ينفعش طبعا، فالتسريبه دي ما نفعتش. ما نفعتش طبعا. طلع لك امبارح تسريبه جديده قال لك الاستثناء في مواعيد القيد. في مواعيد القيد اولا انا لا استبعد، ان الاستثناء ده ممكن يكون عام على كل الناس. ده هو احتمال يكون اجتماع مكتب تنفيذي قريب ياخد القرار لكل اتحادات القرار الاهليه. ممكن جدا يبقى قرار فيفا قرار كاف بالظبط، مش قرار مش تدخل رئيس الاتحاد المصري، مش كلمه مش قعده عرب وكلمه رجاله وشرى خواطر رئيس اللجنه رئيس الاتحاد المصري اللي هو عضو اللجنه التنفيذيه، لا ما يبقاش فيها الكلام ده خالص. يبقى هو فيه لجنه تنفيذيه في الكاف، هتجتمع وتقول هناجل ناجل الكل عشان خاطر كان في بطوله امم افريقيا، عشان خاطر في الترجي والوداد، عشان خاطر في ازمه في مصر، عشان خاطر الناس تستريح وتقدر تعمل صفقاتها للموسم الجديد بشكل كويس. يبقى قرار جاي من الكاف، نابع من الكاف، وهي دي اللي كان بيراهن عليها هاني ابو ريده رئيس اتحاد كره القدم في خلال لقائه بالكابتن محمود الخطيب ووزير الشباب والرياضه. قال له انا اتعهد لك ان احنا نغير القيد. طب تعهد، طب اكتب تعهد. ما يقدرش يكتب تعهد ليه؟ لانه الرجل القوي اللي موجود في الكاف لسه ما اذنش، لسه اللجنه التنفيذيه لسه المكتب التنفيذي ما اكدش او قرار. ازاي انا أصلاً. ازاي هو اقتراح، ازاي هو ما يقدرش يجيب جواب النهارده من الكاف لو هو عضو لجنه تنفيذيه دي له النهارده اكتر من 12 14 سنه من 2004 لغايه النهارده عضو اللجنه التنفيذيه في الكاف كابتن هاني ابو ريده، ما يقدرش يجيب جواب يقول ان احنا هنأجل كده استثنائي عشان خاطر مصر. لو يقدر يجيبه النهارده يجيبه اطلاقا، لو كان يقدر يجيبه كان جابه، واخد بال حضرتك؟ فعشان كده تطلع التصريبات ان مصدر اكد وهنجيب وهنأخر القيد وهنأخر كذا. القرارات دي ما ينفعش فيها التسريبات. واحنا النهارده بقينا يعني شعب جمهور كوره، يعني انا ما بتكلمش على الصحفيين، جمهور كوره بقى ذكي جدا. اول ما اقول لك مصادر يعرف ان الكلمه مضروبه، يعرف انه بيحاول ينيم القضيه، انه بيحاول ان هو يبين الطرف الاخر بالتعنت. لا، الجمهور خلاص عارف الخريطه والاتجاهات. الجمهور عارف كل الكلام ده، عارف الخريطه والاتجاهات. والقصه مش قصه مجرد قيد، لا ده في حاجات كتيرة جدا بتترتب على هذا القيد ويونيو. طب انت النهاردة هتحل مشكلة القيد، هتحل مشكلة الأندية اللي هتلعب في أفريقيا ازاي؟ يا ريت يقولها لنا. طب أقول لك أنا بقى عن مصدر، بما ان هم كمان بيقولوا مصادر، تمام، ودي مصادرنا من خلال المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي وزملاء ايضا صحفيين لينا في المغرب بيأكدوا نفس الكلام، ونشر هذا الكلام على فكرة منذ قليل في صحيفة المساء المغربية. هناك اجتماع للمكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي لكرة القدم في القاهرة يوم 15 يونيو. هذا الاجتماع سيناقش تعديل في إمكانية مشاركة الأندية في البطولات الافريقية الفترة القادمة، بما انك لو فزت بدور الأبطال تلعب في بطولة دوري الأبطال وانت فائز باللقب، مش بما انك انت محقق مركز في الدوري المحلي عندك، تمام، واذا فزت بالكونفدرالية ليك الحق انك تلعب في دوري الأبطال، وانك وصلت فاينل دوري الأبطال ليك الحق انك تلعب كونفدرالية، او وصلت فاينل كونفدراليه وما فزتش بالبطوله تلعب بطوله كونفدراليه. اذا هناك اقتراحات عديده داخل المكتب التنفيذي، ليس فقط في موضوع القيد يا استاذ محمد، لا كمان في مساله مشاركه الانديه. وبالتالي هذه الاقتراحات لو انا ترجمتها على ارض الواقع بتبرر لي ليه المهندس هاني ابو ريده واتحاد الكوره مستني الخطوه اللي هياخدها المكتب التنفيذي خلال الساعات القادمه لحل هذا الموضوع، عشان يطلع يقول لك ايه، ادي الكارت اللي انا حليت لك بالموضوع. وهو اساسا في دهاليز الاتحاد الافريقي في اقتراحات متعلقه بده، والاقتراحات دي متقدمه من الاتحاد التونسي ومن الاتحاد المغربي كمان بالنسبه للموضوع القيد. ليه؟ عشان ماتش الترجي والوداد هيلعب بعد كاس الامم، فعندهم ازمه في مساله المشاركه. اللعيبه اللي هتلعب اياب نهائي افريقيا مره اخرى بعد الاعاده هيلعب بالقائمه القديمه ولا بالقائمه الجديده؟ ولو لعب بالقائمه القديمه طب القائمه الجديده هيسجلها امتى؟ فبالتالي هذه التحركات داخل المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي بتاتي لحل كل هذه المشاكل. لكن في اتحاد الكوره ما فيش صراحه زي ما بيحصل في دول شمال افريقيا مع الاعلام، وبيبقى في معلومه متوفره بتطلع للاعلام وبيتقال، لولا ان احنا بنجتهد وبنتصل بالناس اللي بنعرفها في افريقيا وبنتصل بالناس بزمايلنا الصحفيين في المغرب وفي تونس فبيقولوا لنا على كل هذه التفاصيل وبتحصل. تمام. ليه؟ لان هم هو اصلا الاتحاد الافريقي ما بيبقاش ثابت ومتجمد مكانه، هو بيحاول ان هو يطور مسابقاته ايضا، يعني هو ما هو صاحب القرار ان هو يخلي يغير مواعيد وغير مواعيد وعمل الموسم الاستثنائي اللي عمله، واخد بال حضرتك؟ فهو كل يوم في تطوير في كره القدم، قانون كره القدم نفسه بيتطور كل شوية.
شويه وبيخش عليه تعديلات، مفيش اي مشكله. لكن احنا عندنا كل الامور ثابته، كل الامور عندنا في تحت الكره، كل الامور ثابته والمعلومه مش متوفره. المعلومه لا، ما هو رسول الله وفر المعلومه، هيطلع هيبقى هو دور انتهى، يعني مش هيقدر مش هياخد اللقطه، مش هيبان ان هو البطل اللي بيصنع من خلف الستار الاحداث كلها وبتاع وكلام من ده، وان هو اللي بيدير اتحاد الكره بالتليفون وهو قاعد من البيت او من الجبلايه او الكلام من ده. فلازم يبان ان هو البطل وان هو الغموض كله حواليه ومفيش معلومات ومفيش بتاع وكلام من ده، الصراع يعمل طبعا صراع. فشيء طبيعي ان احنا نظل في هذه الازمه. التسريبات، اخر تسريبه كان بالمناسبه يعني من ضمن المصادر ان قرار اتحاد الكوره هيطلع في شكل بيان خلال ساعه او ساعتين، ما طلعش لغايه دلوقتي. كان الكلام ده من الساعه 1 الظهر، ما طلعش لغايه دلوقتي، واخد بال حضرتك؟ وانه يتلغى الاجتماع. اتلغى الاجتماع ليه؟ عشان مستنيين 15/6. لا، عشان هم نفسهم اجتمعوا وما قدروش ياخدوا قرار، وما قدروش، ما فيش حد ذق يعني، وهيشوفوا الكفى يعني مش حد مؤثر. وهو لا، هو برضه هو بيجس النبض وبيشوف الاهلي هيعمل ايه بالزبط. هل الاهلي مصر على خطواته؟ النهارده الاهلي راح قال له ايه؟ انا الخطوه الثانيه، الكارت الثاني اهو، انا بصعد لمركز التسويه. انت مش عايز ترضى عليا في التظلمات، اجتمع براحتك على التظلمات، انا اروح مركز التسويه، واذا مركز التسويه لينا الوقت اتاخر هيلجأ، لان الوقت مش لصالح الاهلي برضه، لانه لازم يصعد القضيه عشان خاطر الشق المستعجل بسرعه. بالظبط كده، شيء طبيعي. اللي هم بيشوفوا رد فعل الاهلي، شايفين ان رد الفعل اربكهم كثيرا جدا، مفيش تراجع عن المطالب، لان هي اصلا مش مطالب شخصيه للنادي الاهلي، ولكن مطالب لصالح المسابقه ككل ولصالح الانديه ككل. والنهارده وبكره وبعده هتلاقي اكتر من نادي يطلع ببيانات مؤيده للخطوات التي يقوم بها الاهلي لاعاده الانضباط للدوري. استاذ محمد صادق الناقد الرياضي ومدير تحرير اخبار الرياضه، بشكرك شكرا جزيلا على هذا الحوار، وقدر الامكان حاولنا نوصل للمشاهد المعلومه اللي للاسف بتبقى غايبه عنه من المسؤولين عن اداره الكره في مصر. ان شاء الله كل الخير لمصر وكل الخير للكره المصريه، رغم كل هذه اللي موجوده في الاتحاد، وكل التوفيق لحضرتك باذن الله. شكرا جزيلا. حلقه كانت مهمه جدا من برنامج كلام في الميديا، القينا الضوء على ما يذكر في الاعلام، سواء الاعلام المكتوب، كمان ما يكتب عبر مواقع الانترنت، الاعلام المرئي كمان، ايه اللي اتقال خلال الساعات الاخيره والمصادر اللي بتظهر خلال الساعات الاخيره في نقل اخبار ومعلومات احيانا تكون صحيحه واحيانا تكون غير صحيحه، وما سيحدث خلال الساعات القادمه. الاعلام بصراحه في هذه القضيه في اوقات كثيره بيبقى ليه اتجاهين، لكن في هذه القضيه اعلام ايجابي واقف وقفه جاده جدا، لان لمصلحه الكره المصريه، والنادي الاهلي ما بيتخذ قرار بيتخذ قراره وهو في مركز قوي، لانه بيتصدر الدوري وعلى اعتاب الفوز بالدوري بنسبه 99%، فبيتكلم للصالح العام لصالح الكره المصريه. شكرا لحسن المتابعه والمشاهده، ونلتقي على خير باذن الله خلال الايام القادمه، والى اللقاء.